صباح الخير من جديد لكم مشاهدينا، صباح النصر ولكل اللي انضموا لنا ليكملوا الصباح معنا. هلا فقرتنا الحواريه الثانيه خصصناها للحديث عن حلب واهميه الانتصارات، انتصارات الجيش العربي السوري بحلب، وضيفنا بالاستديو الاديب والباحث الدكتور مبارك سعيد. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. اهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. مبروك نصر حلب لنا جميعا، لكل السوريين، لنصر حلب اهميه اقتصاديه، اهميه عسكريه، اهميه سياسيه. هذا الانتصار اللي حققه الجيش العربي السوري من وين بينبع أهميته، وليش هيدا التركيز على حلب من قبل خلينا نقول أعداء سوريا؟ أولا صباح الخير لكم جميعا المشاهدين الأعزاء، صباح الخير لهذا الوطن الجميل الذي يتألق يوما بعد يوم ليعود إلى ألقه الذي عرفناه وعرفه الآخرون. حلب بالنسبة لسوريا للشرق هي القلب وهي الرئة، هي عندنا رمز هذا الوطن. يدل على ذلك صمود أبناء هذا البلد في حلب و بطولات الجيش العربي السوري التي سطرت في حلب تفوق الوصف وتفوق الكلمة. أداؤهم يمثل شموخ قلعة حلب التي تمتد في أصالتها إلى قرون، فمن كانت أصالته بأصالة حلب لابد أن يصمد وينتصر. حلب بالنسبة لنا للسوريين على وجه الخصوص ولكل من آمن بمحبة الوطن أيا كان هذا الوطن، يدرك أن ما تعرضت له من تآمر، من اعتداءات، من أمور لم تجري في بلد آخر ولم يشهدها التاريخ قط. هذه الأشياء التي حصلت خطط لها ونفذها مجرمون وحاقدون، نفذها أولئك الذين لا يحملون هوية وطنية. الانتصار على هؤلاء دكتور ما أهميته اليوم؟ قبل كل شيء الانتصار هو انتصار الإنسانية، انتصار الشعور الوطني، انتصار الحقيقة للرجوع إلى توازنه، التوازن الفكري والشعوري والإنساني. الانتصار الذي يحقق وحقق في حلب يعيد البوصلة ليفكر المرء كم الأرض غالية. فالأرض والأرض توأمان، وبالتالي نحن ندفع عن بلدنا، عن كل بلدنا، ما حمله الحاقدون ونحارب على أكثر من جبهة. ما الرسالة العسكرية التي أرسلناها للعالم من خلال؟ ليست فقط الرسالة العسكرية، الرسالة الإنسانية قبل العسكرية. ما رأيته ورآه العالم بأسره عندما عرض مندوبنا في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، له التحية والمحبة، صورة لجندي سجل على الأرض، وجاءت سيدة لتطأ ظهره، أي جسر سلم لتنزل أو لينزل من كان في السيارة لا يستطيع النزول قفزا، وهم نساء وأطفال إلى آخره، فعلى ظهره وطئت أقدامهم ظهره وكان سلما. هذه مسألة لا توجد في بلد آخر. صحيح. الانتصار العسكري يعني نحن نسير في الخط الصحيح للخلاص من هؤلاء الإرهابيين والتغفيريين ولدحر العملاء وللقضاء
على العملاء ليس جسديا وحسب، وإنما لمحاربة أفكارهم الهدامة التي هي بعيدة عن مجتمعنا، عن أفكارنا، عن تربيتنا، عن أرضنا. لم نتعود إلا المحبة ولم نحمل إلا المحبة للآخر، فكل هذه الأشياء السلبية دخلت إلينا بطرائق ليست صحيحة. محاربتها هو واجب لكل مواطن شريف، وأن يشد على يد كل جندي، الجندي الذي يحمل البارودة، يحمل ليدافع عنا، يدافع عن الوطن، عن تراب الوطن، له ألف تحية. ومهما حييناه فهو أكبر من هذه التحية. ما سطره جنودنا، ستأتي الدراسات ومراكز الدراسات في العالم والأكاديميات العسكرية والمختصة لتدرس ما يقوم به هؤلاء الأبطال، ما يقوم به هؤلاء الجنود يفوق الوصف. والقتال الذي يجري من حارة إلى حارة ومن بيت إلى بيت ومن شقة إلى شقة، لا يستطيع جيش كما قرأنا إلا إذا تعلم من الجيش العربي السوري أن يفعل ما يفعله جنودنا الأبطال في الحفاظ على الإنسان أولا، وفي محاربة المعتدين ثانيا. ولو كانت المسألة هي الحصول على الأرض بأي ثمن لما وقفت حلب كل هذا الوقت، ولما وقف أمام الجندي العربي السوري كل الأمكنة التي يوجد فيها الإرهابيون لتحررت وبسرعة فائقة. ولكن صحيح، حرص الجيش العربي السوري وحرص القيمين على هذا الجيش وحرص القيادة السياسية وحرص المواطن السوري الشريف على أن تكون الخسائر البشرية أقل وأقل بكثير هو الذي يؤخر مسألة تحرير هذه الأرض. صحيح. لا. يعني شاهدنا كيف تباكى الغرب على المسلحين الإرهابيين في حلب بعد إعلان نصرة، وكيف كانت الدعوات تنهال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنصرة من تبقى من إرهابيين على أرض حلب. كيف ينظر الغرب إلى هذا النصر اليوم في مدينة حلب؟ خيبة الأمل تسيطر على الكبار، ونقرأها في وجوه القادة الكبار منهم دون أن نسمي. وعندما نقول الولايات المتحدة الأمريكية، أولئك اللوب الصهيوني ومن يدور في فلكه، تقرأ، وعندما تقرأ تستنتج ما يرسم، ما يحكى، ما يقال. خيبة الأمل. الدول المتخلفة وستبقى متخلفة في الحس، المال في يد الدول التي تآمرت علينا سواء كانت قطر أو السعودية ومن لف لفهما، لا يصنع إنسان. الإنسان يجلب المال، الإنسان يصنع الحضارة. والسوري بطبعه هو منفتح وذهنه متوقد وعلاقاته الإنسانية واسعة وشعوره ومعرفته كبيران. نحن حملنا العالم أبجدية، ونحن في اللاذقية معروفة على مستوى العالم وتدرس في جامعات العالم. لا يمكن أن نحمل عكس ذلك. هم حملوا الجهل والتخلف وظنوا أن المال في أيديهم قد يغير في طبيعة السوري، أو قد تشترى، وقد اشتريت بعض الضمائر الخبيثة والخسيسة. لكن الانتصار في حلب كتب على وجوههم الخيبة والذل والعار، وهم يتململون ولا يعرفون كيف يتصرفون. حاولوا من البداية أن يقولون شرقية وغربية، فجاء الإعلام العربي السوري وإعلام الشرفاء المؤيدون لسوريا يقول شرق حلب وغرب حلب. نحن ليس لدينا شرقية ولا غربية، وليس لدينا شمال أو جنوب، لدينا بلد واحد في قلوبنا، في أذهاننا، في أفكارنا، في ضمائرنا، اسمها الجمهورية العربية السورية. نعم دكتور، ما المتوقع بعد انتصار حلب؟ ماذا بعد حلب؟ هذا السؤال الذي نحن نأمل دائما ونتمنى ونطمح ونعمل وندعو أن يأخذ بأيدي كل الذين يدافعون عن هذا الوطن، وفي مقدمتهم الجنود الأبطال، جنود الجيش العربي السوري.
الذي كما قلت يقاتل في ظروف صعبة ويحارب في ظروف قاسية، يحاول قدر الإمكان ألا يخرب بيتا، ألا يؤذي طفلا، ألا يزعج امرأة، وهم يصورون ما يصورون، أي الطرف الآخر المعتدي، هم بعيدون عن الحضارة، بعيدون عن الإنسانية، يشوهون حتى الكتب السماوية وفي مقدمتها القرآن الكريم. من يدعي منهم باسم الإسلام وأسماء مختلفة أربع من نفس عن تعدادها الآن، هذا تشويه كامل للفكر الإسلامي. صحيح. إذا كان الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، لنبينا محمد نبي الرحمة، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبالتالي هذا خطاب لسيد المرسلين سيد بني البشر، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فما بالنا واليوم يشوهون كل شيء، الدين والقيم والشعور الإنساني والفكر. صحيح. حتى كلماتهم أو تعهداتهم دكتور، كل شبر سيدافع عنه السوريون. قد يقول قائل تأخروا هنا أو تراجعوا هنا، بمعنى الترتيب، لسنا خبراء عسكريين، ولكن نرى ونقرأ أن كل منطقة في الأرض العربية السورية يصمم الجيش العربي السوري للوصول إليها وتحريرها ستحرر، وهو مصمم، وتعلمنا وعرفنا أنه مصمم على أن تكون سوريا موحدة من اللاذقية إلى كراتشوك إلى عين ديوان، من درعا إلى القنيطرة إلى لواء اسكندرون. هذه هي الجغرافيا السورية، مهما حاولوا هي موحدة طبيعيا وموحدة إنسانيا. وفي البيت الواحد قد يكون هناك يعني شذوذ في بعض التصرفات لفرد أو اثنان يحتاج إلى تأهيل. المسلحون الذين سيسوا بطريقة ما وغسلت عقولهم بطريقة ما واستقدموا أو جلب إليهم من أصقاع الدنيا الشواذ والمتخلفون في أشياء كثيرة، أو الذين تربوا على عقيدة تناقض الإنسانية، تجمعوا هنا في حلب وفي غير حلب وحاولوا قتل الشعب العربي السوري. وأقول الآن ونحن على الهواء مباشرة، أعتقد تعلم السوريون أكثر من أي وقت مضى أن محبة بعضهم لبعض وشد الأيدي بعضهم لبعض ووضع هذه الأيدي لتكون قوية، وشعر السوري أن جاره هو الأخ، وهو من يؤلمه إذا تألم هذا الجار، وأصبحنا اليوم أكثر محبة لبعضنا وأكثر دقة في التعامل مع الحدث. ولن يجدوا في هذا الوطن مهما حاولوا إلا من أحب الوطن، ومن لا يحب هذا الوطن طريقه معلوم. أكيد متفق على هذا الكلام يعني من قبل جميع السوريين، وهذا الكلام قرأناه وسمعناه كثيرا في وسائل إعلامنا، ولكن اليوم نشاهد أشياء جديدة يخرج بها الإرهابيون من خرق هدن، من يعني أشياء كثيرة يحاولون إرجاع سوريا إلى ما كانت عليه من الحرب سابقا. خلينا نحكي عن خرق الهدنة الماضية خلال ليلة أمس الأربعاء، لماذا كانت هذا الخرق المتعمد من قبل مسلحي حلب الشرقية؟ نعم، أولا ليس الخرق الأول وليس نقض العهد أو الميثاق أو الاتفاق، ليس لأول مرة تنقض هذه الأمور. فإذا كان الراعي الأمريكي قد نقض العهد مع روسيا الاتحادية وهي دولة من الدول العظمى، ولم يستحي من قالوا أننا سنطبق الاتفاق، لم يستحي الأمريكان أقصد عندما انسحبوا من الاتفاق، فما بالك بهؤلاء الإرهابيين الذين لا ذمة لهم ولا مبدأ لهم، يحاولون بشتى الطرائق وبمختلف الأساليب أن ينالوا من عزيمة جيشنا وأن يستغلوا أي ثغرة وأي
اتفاقية ولو كانت ساعية أو لدقائق ليجمعوا أنفسهم، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم لن ينتصروا، لكنهم يخربون أكثر ويقتلون أكثر. فلذلك خرقوا الهدنة وكذبوا أثناء الاتفاق، قالوا صحيح. يمكن 2000، ومن ثم تبين العدد أنه يربو على 4000، وإذا جمع العدد كما قرأت 15000 مع العائلات المرتبطة بهم. إذن لا مصداقية لهؤلاء، وشعبنا والشرفاء من شعبنا في مقدمتهم يعرف أن هؤلاء كاذبون، والقيادة في سوريا تعرف أن هؤلاء المسلحين لا مصداقية لهم، وقبل كل شيء الجيش العربي السوري يعلم أنهم كاذبون، ومع هذا أعطيت لهم الفرصة ليذهبوا ليتركوا حلب، ليس حبا فيهم وليس تعاونا معهم، وإنما من أجل الحجر والشجر، وفي المقدمة من أجل الإنسان في حلب. نحن نتألم عندما يجرح طفل أو امرأة أو شيخ، فكيف إذا كان في مجال للاتفاق ليخرجوا لصال هذا السرطان بدون قتال؟ الأمر فيه وعي وفيه حكمة، أما نكسوا فهم ناكسون ومكشوفون أمام العالم، ويعلم مشغلهم وفي مقدمة من الأمريكان أنهم كاذبون، ويعلمون أنهم خارجين على كل قانون. الضجة الإعلامية الكبيرة حول حلب أخذت تثار في كل الدوائر التي يمكن أن تخدم الإرهابيين، وفي صحيح. مقدمتها الدوائر الغربية والدول الغربية، لكن يعلمون أن سوريا هي على حق وأنها تدافع عن بلدها، ولو كانت هذه الأمور في أمريكا في فرنسا في بريطانيا ماذا يفعلون؟ منذ فترة قتل أكثر من شرطي، أكثر من مواطن أسود في الولايات المتحدة لمجرد شبهة، لم ينتظر الشرطي كي يحقق معه ليقتله، ونحن يرمى علينا وتضرب بيوت الآمنين صحيح. وتنتهك الأعراض وجثث. بالأمس كان على الميادين المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون، وله التحية والمحبة والتقدير لما يتصف به من أخلاقية عالية ومعرفة متقدمة، قال جثمان ولدي سرق وأنا سامحت من قتل، هل توجد حكمة أكبر من ذلك؟ يسرق الجثمان فينتقمون من كل شيء. هؤلاء بعيدون عن الحضارة وتعروا، أصبحوا عراة بالفقر، عراة ليس فقط في الأشياء الظاهرية، وإنما من حيث ما هم عليه هو شيء وأشياء بشعة جدا. وبالتالي سيأتي اليوم الذي نتخلص منهم، قد يقصر قد يطول، لكن الحكمة تقتضي أننا مصممون على أن ننتهي من هذا السرطان الخبيث. دكتور، ماذا ينتظر حلب بعد دحر الإرهاب منها؟ ماذا ينتظر سوريا ماذا ينتظر سوريا كلها بعد هذا النصر في حلب؟ ننتظر نحن أن تشرق الشمس على كل هذا الوطن، وحلب أبناؤها الذين أرغموا على تركها، أو الذين تجمعوا في غرب حلب سيبدأون العودة إلى بيوتهم، حتى ولو تخربت هذه البيوت في أمكنة كثيرة سيبدأون بالإعمار، والسوريون سيبدأون بالإعمار، وقبل إعمار الحجر إعمار الفقر، وبالتالي ليعود الحس إلى مجراه، ولتعود الأفكار الصحيحة إلى ما تعلمناه صحيح. وأن تلغى هذه الضبابية عن العقول التي تحجر بعضها في وقت من الأوقات. فغسل الأدمغة الثاني يقوم بالتخلص من الفكر الإرهابي. حاول الإرهابيون غسل الأدمغة فلم يصيبوا إلا من كان مهيئا لذلك،
السوريون الشرفاء ممنعون، ممنعون، لديهم اللقاحات ولديهم، لا أقصد اللقاح المادي وإنما اللقاح الفكري والمعنوي والأخلاقي والثقافي، للبعد عن العصبية، للبعد عن الانتقام، للبعد عن كل الأشياء السلبية التي تضيع. سترجع العجلة إلى حلب ثقافيا وفكريا، وستقلع حلب صناعيا، وستبقى البسمة وستعود. وبلد بذل من أجله الدماء، فعندما ينتصر نترحم على الشهداء ونقول الحمد لله الذي تخلصنا من الإرهابيين ومن دنسهم في هذه الأرض الطيبة. أكيد. حكينا عن الإنسانية في بداية الحديث، قد ممكن نحن نستغل الإنسان لحتى نصلح هذا البلد. نصر حلب اليوم قد رح يساهم بإعادة أو تعجيل حركة المصالحة الوطنية أكثر فأكثر على كافة المناطق السورية؟ المرء يسعى دائما، الإنسان من الأنس، الإنسان تعريف الإنسان هو من الأنس، والأنس يعني هو الشيء المرهف من الإحساس والمشاعر والقيم والمثل والمبادئ إلى آخره. وقد يقول قائل الإنسان من النسيان، أيضا يعرف بتعريف آخر قد لا يكون دقيق هذا التعريف، لكن جميل جدا أن ننسى. تتذكر أننا في حلب وفي كل المدن السورية، عندما تدخل إلى بلد من حتى القرى الصغيرة تبتسم وأنت تدخل. تعود السوريون على أن تكون الفرحة على وجوههم والبسمة في عيونهم والكلمة الطيبة على شفاههم وأفاههم. غابت البسمات لأننا لم نتوقع ولم نكن نتوقع أن يحصل ما حصل في بلدنا. تآمر العداء وفي المقدمة، ولن أكرر من هم، في مقدمة الصهيونية فهي أساس الداء، أساس الداء. ومن تصهين فليذهب إلى الصهيونية. أما الوطني، تعلمنا محبة الوطن، تعلمنا محبة الأمة العربية، الأمة الإسلامية الإنسانية، هكذا تعلمنا في سوريا. سوريا دولة علمانية، علمانية بكل ما تعني الكلمة من معنى، احترام الآخر، التعاون مع الآخر، احترام مشاعر الآخر، احترام دين الآخر، احترام مذهب الآخر. لا يتدخل السوريون في القضايا الجزئية لهذا. الإنسان خلق ليعيش، وهو حر في أن يتعلم، أن يقرأ، أن يثقف نفسه، أن إلى آخره. ولا يعاقب السوري على هذه الأشياء، وإنما يعاقب عندما يخالف القانون كأي بلد متحضر في العالم. أقول عن نفسي زرت بلدان متعددة في العالم، لم أجد، وليس مجاملة لأننا نتحدث عن الهواء مباشرة الآن، أكثر أريحية من السوري، وأكثر لباقة من السوري، وأكثر ثقافة مقارنة بتعداد من السوري. لكن ما حصل، غسلت فيه بعض الأدمغة، بذلت أشياء كثيرة ومغريات كثيرة من المال، من الإعلام الموجه بشكل سخيف وبشكل مبرمج. حربنا إعلاميا، حربنا إعلاميا، الأقمار الصناعية، إذاعتنا لا تصل، لكن في النهاية صوت الحق سيصل، والسوري سينتصر، السوري الشريف. والسوري الشريف كلما ازدادت المحن يتعلق بوطنه أكثر، وكلما ازدادت المصائب تراه في منتهى الوعي والحذر ليدرع عن غيره، عن جاره، عن أخيه، عن وطنه هذا الهم والغم. وسحابات تمر إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، يعني حلب كما هو معروف هي عاصمة الاقتصاد لاحتواء على معامل كانت تنتج للعالم كله منتجات سورية بأياد سورية. هذا الإرهاب كما ذكرت طال البشر والحجر، ودمر هذا المعامل اللي كانت موجودة والمنشآت الصناعية اللي كانت موجودة في حلب. اليوم بعد تحرير حلب إلى أي مدى سيؤثر هذا على عجلة الاقتصاد في سوريا؟
بالتأكيد كل ما يمكن أن يبنى يبنى، وبالتأكيد كل مصنع أو مجموعة مصانع سواء كانت صغيرة أو كبيرة يمكن أن تعود أو تشترى أو تقام إلى آخره. ولكن في الدرجة الأولى وقبل كل شيء أن نبني ثقتنا بأنفسنا، أن تعود محبتنا إلى سابقاتها، أن يعود المرء الذي ترك حلب إلى حلب ليقبل ترابها، ليسجل فوق ذلك التراب، ليقول لقلعتها بقيت صامدة وها أنت تعودين إلى حضن الوطن، ترفعين الراية العربية السورية المشرقة والمتألقة. وبالتالي الصناعة ستعود وعجلة الصناعة ستقلع. كثر من إخواننا الحلبيين تركوا حلب وجاءوا إلى مناطق مختلفة في القطر العربي السوري، عملوا في أمخنة ضيقة. الحلبي وهي بين قوسين رجل أو إنسان، سواء كان امرأة أو رجل، إنسان عملي، إنسان يعمل بلا خلل. فحاول كثر من أبناء حلب أن يستمروا في دعم الصناعة السورية وفي دعم الاقتصاد السوري. والآن بعد أن تحررت حلب بالتأكيد سيعود كثيرون، لكن حلب تعرضت للنهب، تعرضت للسرقة، وسرقها الإصمالي الجديد الذي يعرف العالم اليوم كم هو في مأزق وكم هو في قلق داخلي ونفسي. ومحللون كثر في العالم وأطباء نفسانيون يراقبون كلامه وحديثه وتصرفاته وما يحاول أن يعمله. أردوغان ليس متوازنا بالتأكيد، ولو كان متوازنا لرجع على الأقل إلى شيء من صوابه. مهما حاول الغرب شحنه ليقلع فلقد انتهت فعالية محركاته، لا أقول بطاريته، وإنما المسألة هنا ما سرق سرق، لكن الدولة السورية ستسعى جاهدة. وأعتقد أن هناك من أصحاب الشأن يعرفون في الجانب القانوني لإرجاع هذه المعدات ولو كانت حديدا. ولواء اسكندرون لم ينسه السوريون، صحيح طال الزمن، لكن كم نحارب؟ نحارب على 100 جبهة. الأولوية تحددها القيادة العسكرية والقيادة السياسية، وبالتالي حلب ستقلع والشيخ نجار والمناطق الصناعية الأخرى بدأت وستزيد من فعالية عملها وسيعود الاقتصاد السوري. ومن يتابع الاقتصاد في هذه الأيام يرى أن الليلة السورية في تحسن، وعلى الرغم من الأزمة ولله الحمد، يعني المواطن صحيح في ضائقة، لكننا نقول الحمد لله عادت حلب وستعود بقية المناطق إلى حضن الوطن، ستحرر هي في الوطن، ستحرر من هؤلاء الآبقين المارقين على القانون إن شاء الله، الكارهين للإنسانية وللإنسانية كلها إن شاء الله. أكيد حلب رجعت عسكريا وإن شاء الله رح ترجع اقتصاديا على الساحة السورية والساحة العالمية، مثل ما ذكر سيادة الرئيس مبارح بحديثه بأيادي سورية سوف نعيد إعمار سوريا. بدنا نتشكرك بنهاية لقائنا الدكتور مبارك سعيد، وحضرتك الخبير بالسياسة والباحث، شكرا لوجودك معنا، يسعد صباحك. تحية إلى هذا الوطن وعلى رأسه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي في كل إطلالة يزيدنا محبة للوطن ويزيد الآخرين احتراما لهذا الوطن، واحتار الآخرون ولن أعدد منهم الآخرون في صموده، في لباقته، في أدائه، في وعيه وفي دقة تعبيره. تحية لهذا الوطن، ومبارك لنا تحرير حلب، ونحن سائرون على طريق تحرير كل شبر في أرضنا العربية السورية. صباح الخير لكم، شكرا. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لوجودك.